بث مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذين يقاتلون في العراق وسوريا شريطا مصورا تحت عنوان رسالة إلى حلفاء أمريكا، زعم أنه يصور قطع رأس موظف الإغاثة البريطانية ديفيد هاينز. وخطف هاينز وهو من اسكتلندا ويبلغ من العمر 44 عاما العام الماضي أثناء عمله لحساب وكالة أكتد الفرنسية. وقال رجل ملثم يرتدي زيا أسود بلكنة بريطانية وهو واقف خلف هاينز إن هذا المواطن البريطاني سيدفع ثمن وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للبشمركة الأكراد بتسليحهم ضد الدولة الإسلامية. ولم يتسنى التأكد بشكل فوري من صحة هذا الشريط، ولكن المشاهد متوافقة مع المشاهد التي صورت إعدام الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف خلال الأسابيع الأخيرة. وعن ردود الفعل إزاء الشريط الأخير، وصف كاميرون قتل موظف الإغاثة بالجريمة الخسيسة والمروعة وتوعد بتقديم القتلة للعدالة. كما أدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشدة ما حدث، مضيفا في بيان أن بلاده ستعمل مع المملكة المتحدة وائتلاف عريض من الدول من المنطقة ومن كل أنحاء العالم لجعل مرتكبي هذا العمل يمثلون أمام العدالة ولتدمير هذا التهديد لشعوب المنطقة والعالم. أما توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي فأعلن عزم بلاده إرسال قوة عسكرية وطائرات مقاتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الائتلاف الدولية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي استجابة لطلب رسمي من الولايات المتحدة ستنشر أستراليا قوة مؤلفة من 600 فرد خلال الأيام المقبلة استعدادا للقيام بعمل عسكري ضد مقاتل التنظيم. لكن أبوت أوضح أن هذه الخطوة إسهام متعقل ومتناسب في الائتلاف الدولي وأن حكومته لم تتخذ بعد القرار بإرسال قوات لعمل قتالي. رحاب علاء، رويترز.